تشكر عليها إدارة نادي الاتحاد التي تفاعلت مع لقاء المشجع عبد الله العنزي اللي ظهر في البرنامج في حلقة الأمس، وهذا المشجع هو من ربح السيارة في الكلاسيكو الذي جمع الاتحاد بالهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستقبل رئيس نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحايلي المشجع عبد الله العنزي في مقر النادي الاتحاد مساء اليوم، وقدم لها تذكرة أو تذاكر مجانية للمشجع عبد الله العنزي ولمرافقيه طيلة هذا الموسم لحضور مواجهات الاتحاد. وقام رئيس نادي الاتحاد أنمار الحايلي بتقديم المشجعين اللاعبين إلى المشجع عبد الله العنزي في قبل تدريب الاتحاد، لقطة تستحق كل التقدير لإدارة نادي الاتحاد ولتفاعلها مع هذا المشجع عبد الله العنزي، ولتفاعلها أيضا مع اللقاء اللي ظهر في برنامج الدوري مع الأستاذ وليد الفراج في حلقة الأمس. دار حوار ما بين رئيس النادي أنمار الحايلي والمشجع عبد الله العنزي بحضور الزميل منذر البطاطي. Hello, how are you? Good? Good, everything okay? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much. وهذه صراحة أحلى فرصة أنك تجينا، وهذا حق ترى واجب علينا، ووجودكم ترى يسبب لنا دعم يعني معنوي كبير، وإحنا يعني أكيد ما في شك، وإحنا بهذه المناسبة ندعيك أنك تحضر معنا إن شاء الله مباراة للتعاون والحزم والموسم كامل كمان. يا ليت والله. يوم حطيت الشاشات يتسلمت انت علي هنا. شفتك إيه. عندي الصور كانت موجوده. بالعكس، هذا الوفاء اللي احنا نلتمسه منكم، هذا هو الشيء اللي احنا يعني نبحث عنه للامانه، ودنا انك تكون موجود معنا متى ما سمحت الظروف. بالعكس، بخلي يعني ولدك تواصل معنا، وطبيعي طول الموسم تذاكر مقدمه من النادي لكم انت ومن تحب. متعصب عندي متعصب اتحادية مرة. خلاص ان شاء الله كل مباراة الله يحييكم، هذا ان شاء الله من التعاون والحزم، يا ريت انكم تشرفونا قبل التوقف. شعور ما توصف، وهذا السادي مار السادي ما شاء الله. انتم الفخر، نعمل كله عشانكم، كل ذا لاجلكم والله، وهذا حق واجب عليكم، هذا ناديكم. ناديكم طبعا، احنا لخدمتكم لا اكثر ولا اقل، يعني احنا بنجي وبنروح، وفي ناس بعدنا بعد بيجون، والكيان باقي مثل ما هو. انتم راس المال وانتم الشهاده اصلا، يعني ما يحتاج الدرج هذا. كان الله يرحمه محمد الجحدلي كان يمرن على هذا، كنت العب يد. ايوه جلست 10 سنوات امثل يد. حبيبي الله يعطيك، شرفتنا ونورتنا. عليك السلام. هلا زيادة، كيف حالك؟ حالك طيب؟ حضرت زواج وسام ما شاء الله. يعطيك العافية، كيف حالك؟ طيب؟ مبسوط إن شاء الله. حضرت زواج؟ حضرت زواج أكثر من كذا يعني. ها؟ أقول ما في أكثر من كذا يعني. عندك مباراة الأسوية يوم فزت 5. هرب كنت في المستشفى، هربت من المستشفى عشان امتحان. جيت حضرت هنا. زفينا النادي هنا الايراني في التصفيات الاسيويه، برضو وجهك حلو، فزنا 4، دائما اهرب اجل وتعال عندنا ان شاء الله. النادي ليس لكره القدم فقط. فاصل ونرجع نواصل.